بالعكس، احنا لازم نسمع لبعض عشان نطور من الجمعية. طيب تعالي نروح لمداخلة مهمة طبعا اتفضل. مع أحد الشخصيات المهمة اللي ساعدت شيخة وساعدت في اتفاقية وبروتوكول ستكون النادي الأهلي، وهو الأستاذ عبد الرحمن ناجي المنسق الإعلامي للجنة العليا للجان النادي الأهلي. أستاذ عبد الرحمن برحب بيك. مساء الخير يا عمر، برحب بيك طبعا وبشيخة، وفرحان جدا بوجود شيخة النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي طبعا. اتكلمت وقالت على دور انت يعني دور مهم مع طبعا مع احمد عوض مع الحاج محمد مع كل القائمين مع العميد محمد مرجان، فاكيد عايز اعرف منك بقى دور اللجنه العليا في النادي الاهلي ودورها في التعاون ما بين النادي الاهلي وساتوك. بص يا عمر، الحقيقه يعني رساله ساتوك رساله انسانيه جدا وحاجه هادفه جدا تساعد اي حد ان هو يتكلم عنها. ان انت تدمج الاطفال الايتام دول في المجتمع، دي مسؤولية مجتمعية، الأهلي أصلاً ليه دور مجتمعي كبير جداً، فلما تجينا حاجة زي دي لازم نرحب بيها جوه النادي الأهلي. تمام. فلما عرضت الموضوع على الأستاذ محمد يوسف رئيس اللجنة العليا، أنا عايز أقول لك إن هو كان عنده فكرة عن ساتوك وكان عنده خلفية عنها ومتابعهم، وما اتفاجئتش لما لقيت الرد، قال لي دلوقتي حالاً اطبع لي الورق وهندخله مجلس الإدارة والمدير التنفيذي طبعاً العميد محمد مرجان اللي ما اتأخرش برضه. وكان يمكن شيخه زارت النادي مرتين بالظبط، مره قعدنا اتفقنا مع العميد محمد مرجان وكان في ترحيب فظيع بالفكره، وتاني يوم الساعه 10 الصبح ما بين. فانا عايز اقول لك ان اساسا الفكره بتاعه ساتوك تشجع اي حد ان هو يتكلم عنها، والدور الانساني اللي هم بيقدموه للاطفال دول فعلا يخلي اي حد يبقى حابب ان هو يتعاون معاهم. النادي الاهلي على مدار الفتره اللي فاتت دي كلها في مسؤوليه مجتمعيه من خلال اللجان بتاعتها واللجان المسؤول عنها اللجنه العليا بقياده الاستاذ محمد يوسف. احنا كان لينا دور قبل كده مع الاطفال برضه من خلال اليونيسيف في حمله ضد التنمر، وبرضه كان فيها شخصيات عامه كتير. كان لينا دور مع مستشفى بهيه كان قريب برضه وكان فيه شخصيات عامه كتير. النادي الاهلي دوره المجتمعي ما بينتهيش ومن زمان جدا، والمسؤوليه المجتمعيه اللي على النادي الاهلي كبيره ودايما بيأديها على اكمل. ساتوك يمكن المشروع نفسه فكرته مختلفه وجديده وتخص الرياضه وتخص الكوره، يمكن هي اختارت الحاجه الانسب لجذب الاطفال دي فعلا. يعني الكوره ما فيش حاجه احسن من كده تجذب بيها الاطفال، وما فيش حاجه احسن من كده تخلي الاطفال ليهم قدره تشجيعيه ان هم يبقى ليهم طموح في حاجه، لان معظم الابطال العالميين في الكوره اصلهم ناس بسيطه. فطبعا الفكره هايله وشيخه عامله فيها مجهود كبير جدا رغم صغر سنها، لكن الفكر والابديتنج اللي هي بتعمله في الفكره على طول بيبقى شيء عظيم جدا يعني. فطبعا لما بتعرض على نجوم عالميين او لما بتعرض على شخصيه عامه كبيره بترحب بالموضوع، لان الموضوع فعلا هدفه الانسان. فانا بشكر شيخه في البدايه ومؤسسه ساتوك طبعا. ساتوك حاجه هادفه جدا تشجع اي حد زي ما انا قلت ان هو يبقى فيها او يبقى سفير ليها او يبقى متطوع معاهم اي شيء، لكن فعلا هدف سامي جدا. اخيرا عبد الرحمن عايز اعرف منك النواحي التنظيميه الخاصه بالايفنت اللي هيكون يوم الثلاثاء ان شاء الله. بص يا عمر، احنا الايفنت ده يعني ضخم جدا لان فيه نجوم عالميين، الاسماء اللي جايه كتيره، والنادي الاهلي اسمه كبير، فما ينفعش النادي الاهلي يرضى ب 99.9، لازم 200% على الاقل يعني زي ما انت فاهم. ما ينفعش النادي الاهلي يبقى مش الواجهه المشرفه لمصر قدام العالم كله. دايما النادي الاهلي بيبقى قيمته واسمه واللوجو بتاع النادي الاهلي لما بتتحط في اي حاجه بيضيف اليها. فاحنا نتمنى ان احنا نضيف جزء كبير لساتوك من خلال اسم النادي الاهلي، ونتمنى التعاون اللي بيننا وبينهم يستمر. انا معجب جدا بالفكره، واللجنه العليا ما تاخرتش، الحاج محمد يوسف زي ما قلت ما تاخرش دقيقه واحده على ساتوك فعلا. اجتماعات مستمره من اليوم اللي احنا عرفنا فيه ان النادي الاهلي خلاص هيستضيف البطوله، ويمكن شيخه معانا على طول ووالدتها طبعا، ده انا بشكرهم جدا. عاملين مجهود كبير ووقتهم كله للمشروع ده، ففعلا ربنا يكون في عونهم. احنا معاهم على طول لحد ما يطلع بالصوره اللي يستاهلها المشروع ده، لان فعلا المشروع يستاهل، او اللي اليوم الايفنت ده يستاهل يطلع باحسن صوره دي. وطبعا ده العادي في النادي الاهلي. ومش عايز انسى حاجه مهمه برضو عمر، ان لجنه الشباب دايما بتشرفنا في الحاجات اللي زي دي. يعني المهندس احمد حسام عوض سايب شغله وسايب بيته ومتفرغ ومدينا من وقته كتير جدا عشان خاطر يطلع المظهر العام لليوم ده مشرف، وده العادي من لجنه الشباب. لجنه الشباب نظمت بطولات عالميه، لجنه الشباب نظمت ايفنتات كبيره جدا، وكل اللي جام في النادي الاهلي على المستوى ده من الشغل ومن المجهود يعني. فنتمنى ان اليوم ده يطلع باحسن صوره. عبد الرحمن بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله نشوفك يوم الثلاثاء على خير. عبد الرحمن ناجي المنسق